سي ريتشارد شيبوا الكره ممتازه من ياسين ابراهيمي هو ممتازه من ياسين ترجع له ياسين جول عاد بهذا الجول يا ياسين ممتاز جول انت فنان وساحر يا ياسين انت فنان وساحر لم تتركنا نتنفس لم نبدا المباراه فبداتها بهدف من اروع ما يكون الدقيقه الاولى ياسين ابراهيم يفتح مجال التسجيل بهدف عالمي ورائع وجميل جول يا ياسين جول يا ياسين في منتهى الروعه هدف رائع ثنائيه بين ياسين واسلام خدوات نعطي لك رجع لي رجعها لياسين بوم حط الكره في الزاويه التي لا تسد ولا ترد ياسين ابراهيم يهز الشباك في الدقيقة الأولى من عمر المباراة يا سلام عليك ياسين أول أهداف المباراة وثالث أهداف ياسين مع المنتخب الجزائري في 13 مباراة منتخب مندفع كثيرا نفضل أنه لا تمسك الكرة كثيرا سفيان فغولي عند الكرة هي ممتازة لرياضة باليسرى يمرر ويراوغ ويستلم ويراقب هدف ثاني للمنتخب الجزائري في اللحظات الاخيره من عمر الشوط يا رياض يا رياض هدفك الاول في تاريخ مشاركاتك مع المنتخب الجزائري وانت جئت من نادي ليستر في الدرجه الثانيه العام الماضي في الدوري الانجليزي شاركت اساسي في اول مباراه في المونديال امام بلجيكا وانت تلعب مباراتك السابعه وتبدع وتتالق البطاله برجع نبيل لعيسى مندي عيسى مندي مره ثانيه مضطر يرجع للخلف قدرات هائله جدا عند اللاعبين الجزائريين في الاحتفاظ بالكره الى ليستان يوقف الكره بصدره اسلام احتفظ بالكره اسلام يتوغل يلعب من لك اسلام هيدا مباشره لرياض محرز رياض محرز طلبها سفيان بكل براعة ودقة وأناقة الثلاثية من إسلام سليماني للخضر 3-0 صارت النتيجة بعد 10 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة أثقل نتيجة سجلت